خدنا السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة مع محمد سبعي. الحلقة المسائية ديال نهار السبت 30 دجنبر 2023. في أهم عنوان لهذه الحلقة: قراصنة مغاربة يقتحمون تلفزيونا جزائريا موجها للبوليساريو ويعددون الإنجازات المغربية في الصحراء المغربية، كذلك خريطة المغرب كاملة على هذه الخريطة. غادي نشوفوا هذه الأمور كلها، وغادي نشوفوا كيفاش يعني هذا التلفزيون المغربي اللي تنشأ هذه 21 سنة لأول مرة يتم البث ديالو، وكيشاهدوه الإخوة ديالنا المحتجزين في مخيمات الذل والعار. كذلك غادي نردوا على بعض الأمور في هذه الحلقة اللي بغيناكم تتبعوها معنا من الاول حتى الاخر. على بركه الله مشينا مع محمد السباحي. خدنا تحيه مجدده. تكلمنا لكم البارح واليوم على المسمى خالد نزار، وقلنا بان خالد نزار معروف بانه ضابط سابق في صفوف الجيش الفرنسي، وانه حركي ولد حركي. حتى باه كان ضابط سابق في صفوف الجيش الفرنسي. وشنو كان كيدير في الجيش الفرنسي ابان الخمسينيات او الاربعينيات مثلا؟ كان يحارب فرنسا من داخل الجيش الفرنسي، اكيد كان مع الجيش الفرنسي يقتل اخوانه الجزائريين. المهم كاين اللي كذبنا، قال لك لا من جدود هضره، وانتم واحد لكم خالد نزار هنا، وانتم ما كتحملوش خالد نزار، وانت كمغربي ما علاقتك بخالد نزار و المهم انا غادي نجاوبك على هذه الامور، ولكن حتى نجبد لكم الدليل صوتا وصوره وباعتراف شخصي من خالد نزار على انه حركي ولد حركي، ضابط فرنسي ولد ضابط فرنسي. ها هو الدليل صوتا وصوره. هو التحاقك بالجيش الفرنسي، انت كنت ضابطا بالجيش الفرنسي، والدك كان ايضا ضابطا في الجيش الفرنسي، هل هو من ادخلك الى صفوف هذا الجيش؟ هو اولا الاب ما كانش ضابط في الجيش الفرنسي، كان صف ضابط. فرنسي كان صف ضابط. اش بغيتي مازال اكثر من هذا الجواب؟ انا ما قلت شيء. هو اللي قال المقبور والمدفون الان خالد نزار هو اللي قال بفمه قتل والذبح في الخمسينيات يعني الشعب الجزائري والمقاومه الجزائريه، كان في صف فرنسا، وفي الثمانينيات في 1988 قتل وذبح في الجزائريين، وفي التسعينيات في العشرية السوداء قتل وذبح في الجزائريين، وكتجي انت يا المبصبع المبردع كتدافع عليه فقط لان المغاربه اليوم ناضوا تكلموا عليه بسوء. غتقول لي انت كمغربي ما دخلك بخالد نزار؟ ما علاقتك بخالد نزار؟ اش دارك خالد نزار؟ نقول لك بان خالد نزار كان من اكبر اعداء الوحده الترابيه المغربيه اللي هي الصحراء المغربيه. خالد نزار كان خادم اعتاب فرنسا التي ساهمت في التفرقة بين الشعبين الجزائري والمغربي. خالد نزار قتل الرئيس بوضياف فقط لأنه كانت له علاقة جميلة وجيدة مع المغرب. خالد نزار الذي كان يطمح في رؤية المحيط الأطلنطي، مات خالد نزار وبقي ولم يرى محيطنا الأطلنطي. مات خالد نزار وما شافش وما لحقش المآل أو الطموح اللي كان بغاه، وهو تقسيم الأرض المغربية عن صحرائها. ولكن أنا أستغرب أنت يا أبو الصبع المبردع اللي كدافع اليوم على خالد نزار. بغيت نقول لك عقدة ستوكهولم ولكن ما جاتش. إخوان اللي ما كيعرفوش شنو هي عقدة ستوكهولم، هو تعلق الضحية بالجلاد، هو حب يعني الضحية كيحب يعني المجرم. وهذه كانت في ستوكهولم، واحد جوج دخلوا بيسرقوا واحد البنكة، داكشي علاش سماوها عقدة ستوكهولم. دخلوا بيسرقوا واحد البنكة، جا البوليس وهذوك الشفارة احتجزوا مجموعة من الأبرياء منهم موظفين في هذاك البنك واحد المدة ديال أيام، أعتقد شي خمسة أيام، وكانوا يعطفون هذوك المجرمين كانوا يعطفون على الضحايا على المحتجزين. كاين اللي مريض كيدوموندي ليه الدواء، كاين اللي فيه الجوع يجيبوا ليه الماكله، كيتعاودوا بيناتهم المشاكل، يعني كانت واحد العلاقه طيبه بين المجرم والجلاد. هذا ما هذا الشيء اللي خلى ان الضحيه
والمحتجزين يتعاطفون مع الجلاد ديالهم مع المحتجز اللصوص، وهذا ما سمي بعقدة ستوكهولم، يعني الضحية يتعلق بالمجرم. هذا فيما يخص ستوكهولم، ولكن لا أعتقد بأنها تنطبق عليك، لأن هناك ضحية اللي هو أنت، وهنا جلاد قاتل سفاك للدماء اللي هو خالد نزار. خالد نزار ما عطلش عليك، خالد نزار ذبحك، قتلك، تيرا فيك، عذبك، كاين اللي دفنو حي. إذن اليوم عندنا عقدة ستوكهولم، وعدنا عقدة جديدة يجب أن يخلدها التاريخ وأن يتم تداولها في الكتب، اسمها عقدة الجزائر. إذا كانت عقدة ستوكهولم المجرم يعطف على 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 الضحية، فعقدة وبالتالي الضحية يحب المجرم، ففي عقدة الجزائر الجلاد يقسو على الضحية، يعنف الضحية، يقتل الضحية، والضحية يتعلق بالجلاد. إذا شتان بين عقدة الجزائر وكذلك عقدة ستوكهولم. اليوم كانت مراسم الدفن ديالو، اليوم كانت مراسم الدفن ديالو اللي كانت مجموعة من الشخصيات ديال الدولة حاضرين، منهم شنقريحة، منهم الوزير الأول، وكذلك منهم رفيق دربه محمد مدين الجنرال توفيق. وأعتقد أن النوبة جاية عليه، لأن الشنقريحة اليوم بدأ يتخلص من خصومه في النظام، بدأ بخالد نزار وغادي يمشي كذلك الجنرال توفيق اللي كتشوفوه معنا في الصورة، هو هذا يعني غاب مدة هذه، وفاش حضر ها هو حضر هنايا. كنقول له الله يرد بابهم كاملين، الهلاك إن شاء الله لهم كاملين. وقبل ما ندخل معكم الموضوع ديال الحلقه ديال اليوم، وهو اختراق بطل مجموعه من الابطال المغاربه نصفقوا عليهم، بغيت نعلق على هذه الصوره. هذه الصوره اللي مجموعه من الاخوان انتقدوها، قال لك شروق او جزائريون كيسرقوا الخيمه المغربيه، الخزانه المغربيه. انا ممكن اختلف معكم في هذه يا اخواني الكرام، وبغيت نقول لكم هنا ليست هناك سرقة بتاتا، ماشي ما كاينش سرقة. الخيمة أو الخزانة نعم كاين على أرض تسيطر عليه الجزائر، ولكن هاد الناس هادو اللي جالسين وكيستعملوا هاد الطرابي وهاد الخيمة المغربية راهم مغاربة، ورثوا هذا التقليد أبا عن جد، عن أب مغربي، عن جد مغربي، عن جد مغربي، عن جد مغربي. هاد الخيمة كنلقاوها في الصحراء الشرقية ديالنا، وكذلك في تلمسان وفي بعض المدن التي تسيطر عليها الجزائر وهي تاريخيا مغربية. هاد الناس هذه من أكبر الأدلة على أن تلك الأرض مغربية، ما خصناش نقولوا شفروا، لا هذه ديالهم اللي هي ديالنا. هاد الخزانة مغربية، هذيك الجلابة مغربية، هذاك الكسكس اللي كياكلوا هاد الناس، أنا كنهضر على هاد الناس اللي كاين عندنا اللي قرابين لينا في الصحراء الشرقية مغربية، وهذوك الناس ما سرقوش، لأن هذاك الشيء ورثوه أبا عن جد اللي هما مغاربة، في انتظار إن شاء الله أن تعود هذه الخيمة وهذه الخزانة. راه ما كنلقاوهاش مثلا في واد سوف، ما كنلقاوهاش في بجاية، ما كنلقاوهاش في عنابة، لأن هذيك الأرض ما عمرها ما كانت مغربية، ولكن كنلقاوها في تيندو، في بشار، في تلمسان، في أدراج الشرقية، في مجموعة من المدن التاريخية مغربية. وبالتالي يجب أن لا نهاجم هؤلاء ونقول عنهم أنهم سرقوا تراثنا، هي لا على شناف بجايه ولا في عنابه ولا كذا، ولا حاولت جهات رسميه ان تنسبها لنفسها، ندافعوا ونقولوا راكم بغيتوا تسرقوا، ولكن هاد الناس لا ذنب لهم، هذوك السكان، هذوك سكان مغاربه اصليون، ما خصناش نهاجموهم. وندخلوا معكم الخوت الى اختراق مهم جدا اليوم من طرف الهاكرز المغاربه. شوف باش نتفق الخوت، نعم نحيي الاخوه ديالنا المغاربه الجنود المرابطين اليوم في الحدود، اللي كاينين على الحدود وهزين السلاح وبصدورهم يواجهون الاعداء ويدودون على هذه الارض، كنحييهم. ولكن كاينين جنود اخرين، جنود اخرين اللي كيستعملوا الاعلام، جنود اخرين اللي كيستعملوا هذه القرصنه من اجل انهم يدافعوا على هذه البلاد ويفضحوا اعداء الوطن. من هؤلاء واحد المجموعه ديال القراصنه المغاربه البارح دار واحد البث ديال 8 ديال السوايع لقناة العيون على قناة جزائرية، قناة جزائرية موجهة للبوليساريو. غتقول لي لا راه قناة ديال البوليساريو، البوليساريو من عندهم باش الفلوس باش يجيبوا شي قناة، يديروا شي قناة؟ من عندهم الفلوس باش يديروا شي سلاح؟
هذاك ما يسمى بقناة جزائرية بأموال جزائرية دارت للبوليساريو، وبالتالي لما كانت الجزائر لن تكون هذه القناة، ولم لو لم تكن الجزائر لن تكون هناك شيء اسمه البوليساريو، وبالتالي هذه القناة قناة رسمية جزائرية 8 ديال السوايع البارح، وهي تبث قناة العيون. قناة العيون اللي تأسست هذه 21 سنة باش تفضح حتى هي أعداء البلاد وتبين لنا التنمية ديال الصحراء المغربية والثقافة الحسانية المغربية، نشرت تقارير يعني عفوية، ماشي قناة العيون هي اللي بيراتات، لا، حيت حنا دابا في الأخر العام مجموعة من القنوات كيدير واحد البينو، أش دار يعني أش دار في المغرب مثلا؟ قناة العيون كدير المنجزات ديال اشنو دار في منطقة الصحراء المغربية، هاد المنجزات شافوها البارح كله المحتجزين في المخيمات، وشافوا خريطة المغرب كاملة. غير باش نعرفوا واحد القضية الخوت، كاين بزاف ديال الناس كيقول لك علاش دابا حنا في السوشيال ميديا ملي كنهضروا على الصحراء كنلقاو غير الجزائريين هما اللي كيهاجموا المغرب، هما الذين يدافعون عن الصحراء الغربية وعنها، فينا هما البوليساريو؟ بغينا نقول لكم البوليساريو كاين واحد الشير ديما قليلة هي المنعم عليها، اللي عندهم الحق في التليفون وعندهم الحق انهم يشوفوا الفضائيات كامله وعندهم الحق انهم في الانترنت وكذا، كشير ديما قليله، في حين ان العامه ديال الناس المحتجزين راه ما عندهمش الحق انهم يشوفوا شي قناه اخرى من غير قناه البوليساريو والقنوات الجزائريه فقط، ما عندهمش الحق في باقه من الانترنت، وهذا الشيء باش ما يعرفوش حقائق ديال المغرب وديال الصحراء المغربيه. راه كاين اللي كيسحب بان العيون والداخل وداك الشيء راه فيها الخيام، ما فيها والو، ولكن اليوم بالمجهود ديال هاد الاخوه الهاكرز دخلوا وبينوا للاخوان ديالنا المحتجزين في المخيمات ها ما سينتظركم، وها هي ها ما ضيعتم، ها خصكم تشوفوا. نعم، خصنا يجب تكثيف مثل هذه الهجمات ومثل هذه القصنات ليعلم إخواننا المحتجزين في المخيمات، إخوانهم وأبناء عمومتهم في الصحراء المغربية بماذا ينعمون. خذنا نهاية هذه الحلقة الخفيفة الظريفة، نتمنى نتلقاكم في حلقة ماجية إن شاء الله، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع محمد السباحي.